أحسن الله إليكم. يقول بعض الشباب إذا اختلفوا في مسألة من مسائل الفروع كان عليها الولاء والبراء، ويكثر على إثرها الخصام والتبديع والتفسيق، ويصل إلى التكفير، فما نصيحتكم لهؤلاء، وما السبيل الذي يسلكه طالب العلم في دعوته؟ المسائل العلمية التي يكون فيها البحث بين طلاب العلم، إن وصلوا إلى الحل بأنفسهم بواسطة الأدلة من الكتاب والسنة واقتنعوا بذلك فذلك خير، وإن اختلفوا فالذي معه الدليل يسلم للدليل ولا موجب للجدل والنزاع والخصومات، فكلها شر. وإن لم يتفقوا ولم يقتنعوا فعليهم أن يتوجهوا بالسؤال إلى العلماء ويسمعوا الجواب ويطلبوا الدليل وينشروه فيما بينهم، ولا محل بعد ذلك للجدل والعداوة والأضغان والأحقاد، كلها من الشيطان. وما حصلت الفتن وانتشرت إلا بسبب الخلافات المفتعلة والجدل الذي نهي عنه. فالمقصود كما قلت لكم لابد من حلول، كل مسألة لها حل في الشرع والحمد لله. إن وصلوا إلى الحل في المسألة التي يختلف فيها فالخلاف يحصل، وإن لم يصلوا فيتوجهوا بالمسألة التي فيها الخلاف والنزاع إلى العلماء الموثوق بهم سواء في بلادهم أو في خارج بلادهم، ويسمع الجواب ويطالب بالدليل، ثم يسلموا جميعا للدليل من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام الموثوق بهم من أهل العلم. والحذر الحذر من التمادي في تراشق بالكلام أو التكفير أو التبديع أو التفسيق، كل ذلك يفرق ولا يجمع.